السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لحساب التان من خلال برنامج الأورجن، مثلا عندي هذا العمود الأول قيم الثيتا أو الفاي أو الزاوية الذي عندك، تمام، واشتي أحسب لهم قيم يعني أحسب التان. حاجي في حقل الإف أوف إكس أدخل الدالة، مثلا أدخل هنا تان وأفتح قوس وأكتب اسم الحقل أو اسم العمود الذي فيه الزوايا. اسم العمود عندي هنا العمود A بهذا الشكل، وأنقر انتر، حيطلع لي قيم. طبعا هذه القيم هو البرنامج بيحسب الآن بيحسب التان والتان للقيم هذه بالراديان. فإحنا لو أردنا القيم التان بالدجري هروح للعمود الثاني هذا. طبعا هذه القيم مضبوطة بس بوحدة الراديان، لكن لو جينا للعمود الثاني هنعمل نفس الحركة، تان أفتح قوس أكتب اسم العمود الذي فيه قيم الثيتا أو الفاي، وأعمل أقسم هذه القيم على 57.3. 57.3 هذه تقريبا هي معامل التحويل بين الراديان إلى الدرجات أو الدجري. أعمل إنتر، هيظهر لي القيم بشكل مختلف. مثلا إحنا عندنا تان 45 تقريبا في بالدرجات، لو كانت 45 بالدرجات حيكون قيمة التان لها تقريبا 1، وهكذا. فهذه بالدرجات وهذه القيم بالراديان. أتمنى أن يكون هذا الشيء واضح.